قناة تونسنا تيفي، أحباء السهر، أحباء المهرجانات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سهر الليالي، البرنامج اللي من خلاله نكتشف مع بعضنا أخبار المهرجانات الصيفية في تونس. اليوم كما العادة حضرنا لكم فقرات متنوعة، إن شاء الله باش نمشيو مع بعضنا المهرجان، الحمامات الدولي، باش نكتشف مع بعضنا سهرة الفنانة الأمريكية تشيري ويليامز، كذلك باش نمشيو مع بعضنا المهرجان بنزرت الدولي، باش نشوفوا حفلة البندرمان، اقعدوا معنا وتابعونا. لا برانسيس دو روكين تشيري ويليامز كانت حاضره العام الثاني على التوالي في مهرجاناتنا، وكانت حاضره عام ناول في مهرجان المدينه بالتحديد في المسرح البلدي، وكان حفل ناجح جدا، حتى حفل الحمامات كان حفل ناجح جدا. لا شونتوز دو غوسبيل تشيري ويليامز كانت حاضره بقوه سيغ سين، عيطت للجمهور معاها، طلع معاها سيغ سين وغنى معاها وحبت تحفظ للجمهور اغانيها. اكثر التفاصيل نلقاوهم في روبرتاج بامضاء زميلتي عفاف بالهادي السعف. ولا اول مره نشوفها، ما نعرفش قبل اليوم وين اكتشفتها. انا اول مره نشوفها بصراحه، ما سمعت عليها قبل. ليه نسمع بها في الراديو وكحب. رغم اني ما نعرفهاش وما نسمعش بها، وكلما نتصورها انها باش تكون حفله عظيمه جدا. نعرفها ونعرف اللي لقبوها ذا فويس، معناها خاطر صوتها تبارك الله. Drinking that booze, 'cause you know that I've got the blues, just the blues. But it just didn't work, it just didn't work, it didn't work. I was in a dark place, couldn't find no place for my soul. Went down on my knees in prayer. Father God, you met me there, and you saved my soul, and you made me whole. Just being brought up in the church and really, you know, going through some things and wanting to be able to express myself through music and through words, through songs. I'm traveling, traveling, land to land, sea to sea, traveling, hell yeah, traveling, it's only sweet, traveling, yeah, I'm traveling, come on, traveling. Found the audience tonight very warm and receptive. Yes, I enjoyed myself tonight. Was really good. You come on. We'll be right back.
السهرية طيارة برشا على الأخر. عجبتني برشا، عملنا برشا جو. سوري حلوة برشا وشيخنا برشا، عملنا برشا جو. عملنا جو سيتي فريمون اون بيت دو سين. سافرت بينا بصوتها وبالليموسيون اللي عندها تبارك الله عليها. وكهو. When you call him, he will answer. All you gotta do is come on in. خاطر ننتظروا احنا في الجماعة الامريكان ديما، خاصة الوصفان معناها الموسيقى نتاع 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 الجاي من الافريك، هذيك معناها الموسيقى الحقيقية، وهذاك الريتم وهذاك الدانس وهذاك الرقص. بالطبيعة عامل جو، رجعونا لجيمس براون والشيخ هذيك. حلوة ياسر، بلوز واحد وجو كبير. عجبتني برشا، يعطيها الصحة، عملنا جو وعندها كاريزما حلوة برشا على الركح ويعطيها الصحة. اللي داخلين الكلهم يسألوا في بعضهم شكوني، دخلوا من الأول اللي ما زالوا شدين روحهم، بعد هك تشوف هاهم هاهم بعدين عينات ها. عملوا كيف الناس يعني، وشيخوا عملوا سهرية مهمة ومش صعب حتى ينساوها، مش يقعدوا مدة يتذكروها سهرية. Another time in Tunisia, of course. This is my home. Yes, I ain't going nowhere. I'm here to stay. Thank you very much. Thank you so much. Love you. جراسنا في مهرجاناتنا الصيفية أنه الفنانين الملتزمين بين ظفرين واللي شاركوا في الثورة وخاصة الشباب منهم واللي كانوا حاضرين في أغلب مهرجاناتنا الصيفية عم ناول كانوا مغيبين سنة، يعني كأنهم حبوا يرضيوهم عم ناول، مثلا كما أمال المثلوثي، لكن ظهر لي بن درمان أو بيرم الكيلاني كان محظوظ كان حاضر في مهرجاناتنا الصيفية، ومنهم مهرجان بنزرت الدولي اللي تناولته مؤخرا الصحافة أنه بيرم الكيلاني أو بن
سبايدرمان ساهم بطريقة غير مباشرة بإيقاف الزميلة نادية المبخوت في RTCI. أكثر التفاصيل ومعلومات عن الخبر هذا بالذات باش تلقاهم في روبرتاج بإمضاء زميلتي رحاب العجيل. اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده ربي خلينا شامبيونا. شرت الثورة وكليكي نجم ودينا فما تشكورة ما نقص كل الفلام والثورة تلعبت ويكلول ربي تارت لعمة بيوع ربي العالي شرت الثورة شوفيونا. اللي عندك بوات برودكسيون مش تشدها وكها ومش تبعد عالفن شوي؟ سي عندي بوات برود ماني عندها مده ديجا اون برودوي بوكو دارتيست ومش لي وعندي الاكثريه دي دات لبرا ماني بارتي من سبتمبر ماني عندي اون تورني في فرنسا ودي دات لبرا ما عنديش معناها الاكثريه برا معناها معليش ليه من جيل تونس معناها بالعكس تونس تقدم اما بالنسبه للنقد الصحافه مادام عبد ينقدوه مادام ثم حاجه تقلقهم معناها دونك حاجه تقلقهم دونك سي بيان خاطر ما نعرفش انا ما نتصورش يجيو على واحد فنان فاشل ما عنده حتى واحد يبداو ينقدوا فيه ويعملوا له قوق فهمت مادام وصلوا عملوا قوق وحكيوا على الحكايه سكو معناها تقلقهم يجو ديرونج دونك جو سوي الليله تلمت العيله في وسط الدار كبار وصغار ناويين على ضحكه جميله قلنا نحطو علم العار دوكي شو تغلب النعورة واليوم ولنا رئيس في القصر يلعب في الكوره تساوي روزر بوتوبيس دايز مالو يبوس ويديد وهو يطير عالفرات جبن بريزيدون خير منه عنده اكثر صلاحيات والمعارضه في الليل اكثر من رسم الجوي مع واحد يفوزين كل ستار اكاديمي محلى هالعيشة مع الكوليتي ضحك فينا اكثر من الكومي محلى هالعيشة مع الكوليتي كيو ضحك فينا اكثر من الكومي. بعد الحكاية اللي صارت للاعلامية نادية المبخوت اللي صارت لها واللي كانت عندك مقابلة معها في الارتسي واللي توقفت على العمل نتاعها ما حسش بالذنب شوية بن جيرمان ما حبش ينقص هكا شوية من الاستفزاز نتاعه والنقد اللاذع نتاعه تحب ترد انت من تونس نتا اش قولك ما نترد عندك لك كتاف قدرة ربي ما عندك معارف صحاف برجوليك كي ما نتردش انا احنا عنا حرية الرأي واعلامنا غير وشكرا بيعث تونسنا كيكا هاي بديت ليه ولا اش نحس بالذنب خاطرين تكلمت وطردوها لاني ماتريس خاطرين قلت معني رئيس خاجج نخش نعمل لها قلت لي انا سبيت الرئيس وانت شكونك سي مرتو اخي مش سبين الرئيس فهمتيش لحكي كان ثم حاجة قدموا به قضية وكذا وما ثم قضاء مستقل وياك كان سبيت عابد كان قلقته سيمون مرزوقي يمشي يشكي للقضاء وكذا مستعد نشد الحبس كاني غلط وكاني مانيش غلط ويشد يتلاها بصلاحياته اللي ما عندوش صلاحيات يتلاها يلعب البيس في القصر وكذا وماني فهمت هاك شي هاك سرا بقدر نمشيش ونتنصر بقى المرة في مخو ماشي محسوب نلقاوك اليوم مع بن جيرمان في بنزرت مش وحدي انا وكلاء بون سيتي بيان باسي تعديت مزيان على الاخر بيبليك شنا كيما حب هو وشيخ كيما حب هو وكا وانا بدي اعمل كيف معناها كيف البيبليك بالضبط
شايف لعبة على بالي من وداده نموت ونبنى على الشقة والنحلة يتفاعلوا معاها كما الشعب التونسي كل ما فهمني يتفاعلوا معاها كما انا نبدا في الحومه ولا انا نبدا ندور في الشارع ولا في اي بلاصه في تونس معناها فهمتني يتفاعلوا معاها كما يلفو كيف انتم غنيتوها والحاكم خرج اي والله بيزا قعدت بيت انا بيدي لم رواحه ومروح وما نعرفش بالك شي تقلقوا بالك شي ما نعرفش انا الله اعلم بالرسمي الله اعلم انا حبيتهم يقعدوا لا ما عندي حتى مشكله مع الحاكم بالعكس نحب يعني ما عندي حتى مشكله مع الحاكم اليوم نلقاو بن ديرمان في مهرجان بنزرت من لول سافا الببليك متفاعل معه على الاخر في الاخر ما فهمنا حتى شيء والله دخلنا بدا العرض دون لي بون كونديسيون بن ديرمان بدا سبيكتاكل نتاعو الامن موجود قلنا والله سي بون تري بيان الامن موجود والامور واضحه تو دانكون بعد نص ساعه ما عادش تلقاهم موجودين في حفل لطفي العبدلي ما يجيك حتى حد بن ديرمان جاو من الاول وراونا وجوههم مرحبا والله فرحنا قلنا بلادنا مزيانه فما الامن بعد تو دانكون ما عادش يلقاو خويا عطيونا يا امن يا امن فسونا وين تحبوا توصلوا بالسيتياسيون هذايا وفسرونا شكون يحكم فيكم شكون اللي هو عنده سلطه القرار عليكم ما تخلقنيش الحكايه اللي معناها الببليك اللي اطلع هذاك معناها محسوب معناها من حومتنا فهمتني وهذيك هي كلتور معناها الحوم لازم واحد ولا يبدا كي وش انا عادي معناها تصير الحاكم خرج كابتن طلعوا سيرسين من بعد هبتوا انا واحد من الناس يعني ما قلقتنيش عادي على طلعوا بالعكس الناس جات تسلمت عليك الناس تحبك وسافا فهمتني بون الحاكم خرج هذيك مشكلته مع روحه الحق عندهم برشا مشاكل الامن لاهي في حاجات اخرين ما لاهيش يحمي الفستيفالات خاطر سمعت عملوا ديسبوزيتيف سيكوريتير كبير الحفل معناها الجاي نتاع فايز المحرسي فهمتني نحن لا ما نستحقوش امن خاطر نحن فنانين معناها مع النظام وقت شوف نشكروا ديما ونمجدوا فهمت اما ليه علاش العباد اللي طلعت في بنزرت شبههم واحد بسونا عنقونا محليكم ما صارت حتى ربع مشكل باش يوريك حتى هما كي مشاو معناها حبوها تتقربش طلعت العباد بست وعنقت ما عملت لا ضربت لا عملت حتى شيء معناها كان جاو هما يكرهونا تو تصور كان جاب بوليس يغني سيرسين وتشوف العارض انت كان الامن اليوم اللي هو عنده سلاح واللي هو الوظيفه نتاعو باش يحمي المواطن ما عنده حتى سلطه حتى حد ينجم يحكم فيه يا خويا فسرونا عباد هذا سلاح هذا كما ما عندهاش كون يحكم فيها اش تحبنا نعملوا في البلاد هذه الوضعيه هذه ما عادش نجم تسكت عليها لطفي عبد الله 8000 متفرج ما فما حتى 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 امن بن ديرمان اليوم في العرض نتاعو يكون بوليس موجود يبعد بريس كومبلي كيف من العرض تاع بن ديرمان يخرج الامن يتلفت معاش تلقى حتى حد شو معناتها يعني هاو قدامكم الارتيست تعملوا فيه شنو تحبوا قصينا لغالب اوني اوبليجي معناها اذا ما بحبش نهدي تلفي الميكرو ما لقيتوش
نعمل هكا نلقى واحد جنبي منه وكذا والاخر منه ما لقيتش حتى شيء لقيت روحي واحد فهمت خرجت راسي راس الببليك فهمت لاباس لاباس عادي عادي لاباس Vraiment, un de clés bien ciblé. Parfaitement bien. Bon, en fait, j'aime pas Hamza Youkol, mais je suis là pour Benjamin. J'adore bien sa musique ou je me suis amusée à fond. Il doit continuer comme ça. J'aime bien, bon, par moment, j'ai dit Barcha, mais ça va. Fauda, chouette. Talent sur la scène ou talent sur scène, le mettre forgine ou d'achlo à Bada. Yati, ça. Oh, bonne continuation. Okay. نوصلوا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج سهر الليالي، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا مع الفقرات اللي حضرناها لكم اليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا مع الفنانة الأمريكية في مهرجان حمامات تشيري ويليامز وكذلك مع أغاني بندرمان. نوعدكم بحلقة جديدة من برنامج سهر الليالي مع زميلتي رحاب العجيلي كالعادة على نفس القناة تونسنا تي في كل يوم 8 متاع الليل. أنا بقالي كنقول لكم بسلامة وفي لامان.